مهاجم فلسطيني اسمه صالون هدى تصدر منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين لمحتواه من بعض المشاهد التي اعتبرها ناشطون جريئة، البعض وصفها بأنها إباحية، إضافة لقصة الفيلم الحساسة. تعالوا نأخذكم إلى عماذا يدور هذا الفيلم. الفيلم فلسطيني من بطولة الفنانة الفلسطينية منى العوض وميساء عبد الهادي، إخراج هاني أبو سعد، تم عرضه مؤخرا في مهرجان بيروت الدولي للسينما تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة تحت شعار نساء من أجل القيادة. تدور أحداثه من خلال قصة حقيقية حول سيدة تعمل في صالون تجميل في مدينة بيت لحم تملكه هدى، التي تقوم بدورها الفنانة منى العوض، تعاني من أزمات شخصية ترتبط بظروف عائلية، تعمل لصالح إسرائيل بحسب قصة الفيلم. كنت شعبك، شو السبب؟ مسكوني مع واحد غير جوزي وهددوني، يا الفضيحة بعدها على الذبح عن جوزي يا العمالة. المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها، ليش اخترت تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لك اللي هاي البنت بأسرع وقت ممكن. مش حدا بداخل داخله بخافش من الموت، بس في ناس بتلعبها منيح. تقوم هدى صاحبة الصالون باستغلال محلها بحسب الرواية في الفيلم لتصوير النساء اللواتي يترددن على محلها بوضع مخدر لهن. إحدى ضحاياها أم شاب اسمها ريم، يتم تصويرها في مواضع اعتبرها البعض غير لائقة. هو جوزي مخليني أتنفس ولا شيء، لسات مفكر إني بحب واحد ثاني. في واحد ثاني؟ أيوة، في حدا ينحب بهالجورة. حسي راسي بده يتفجر. هدول بنات مالهم بجزم، أنا المذنبة فيهم وأنا حاضرة للموت. أي إشي بدك تعرفه مني قبل ما موت رح أجاوبك عليه، بس كون متأكد أسماء ما فيش. مين أنتو؟ مخابرات الاحتلال بدنا تشتغلي معانا. اسم الفيلم تصدر محركات البحث مواقع التواصل كالأكثر بحثا في الساعات الأخيرة، قيل بسبب احتوائه على مشاهد جريئة. أثارت المشاهد في ذلك الفيلم الحميمية جدلا بين الفلسطينيين على وسائل التواصل. سكينة المشيخص، ماذا تكتب في هذا السياق؟ تكتب سكينة: انتهيت من مشاهدة فيلم صالون هدى، أول فيلم إباحي عربي بحسب رأيها، مشاهد عري مقززة، قصة وحوارات هزيلة جدا وغير منطقية. الميسري: هل له نفس الرؤية؟ يقول: لو ما كان ما ذكروا كلمة إباحي كان أحسن، وما حدا داري عن الفيلم لأن الشباب بالوطن العربي بيروحون يشوفوه عشان كلمة إباحي. يقول ذلك باسما. أما هنا سعد بن عبد الرحمن: فيلم صالون هدى لازم نعترف جميعا أنه واقعي، ولكن الطريقة التي يتم الترويج له فيها غير أخلاقية، فكان بإمكان مخرج الفيلم أن لا يظهر الإباحية في الفيلم ويوصل الرسالة، ولكن الهدف واضح هو انفتاح الدراما الفلسطينية كما يحدث في الدول المجاورة. الفيلم فلسطيني لكنه غير أخلاقي بحسب رأيه. ماذا تكتب صفية العمر؟ صفية: فيلم صالون هدى صناعة فلسطينية بامتياز، وتصوير الفيلم في مدينة بيت لحم، بس شو فيلم من الآخر تقليد أعمى بامتياز. وين وزارة الثقافة؟ ولا وين محافظ بيت لحم؟ ولا رئيس بلدية بيت لحم؟ أستنكر على تصوير هالفيلم الإباحي اللي يمس محافظة بيت لحم خاصة وفلسطين عامة. لحد دخولنا في الاستوديو لم يرد أي تعليق من قبل المخرج الفلسطيني هاني أبو سعد حول جدل الدائر على فيلمه، وبخصوص هذا الجدل أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا كتبت فيه: لا علاقة لوزارة الثقافة بأي شكل من الأشكال بفيلم صالون هدى. تؤكد الوزارة على رؤيتها بوجوب وجود سينما وطنية شاملة ملتزمة بقضايا شعبنا ونضاله المشرف لاستعادة